أوركسترا مجاني. أهلا بيكم، النهاردة عندنا مفاجأة حلوة جدا وهدية جميلة هنقدمها على القناة. عندنا الناس اللي بتشتغل مزيكا على سوفت وير، أيا كان السوفت وير بتاعك سواء كان ويندوز أو ماك، في شركة اسمها سبيتفاير أوديو. الشركة ديت بتنتج سوفت وير مخصص للاستوديوهات، يعني آلات افتراضية بتتحط على السوفت وير وبتعزفها على الكيبورد بتاعتنا على أساس إنها تديني آلات افتراضية موجودة. الشركة دي بتنتج أنواع كتيرة من السوفت وير ومتخصصة في السامبلينج اللي هي بتسجل أصوات حقيقية فعلا وتبرمجها في سوفت وير، فيبقى عندك البرنامج بتاعك سوفت وير فيه الآلات الافتراضية اللي متسجلة فعلا حقيقية من آلات أو عازفين بجد. الشركة دي منزلة أوركسترا. أوركسترا يعني إيه؟ يعني الفرقة السيمفونية اللي انت بتشوفها فيها كمانجات، فيها تشيلو، فيها فيولا، فيها آلات إيقاعية، فيها مثلا هارب، فيها آلات نفخ مثلا زي الترومبيت والترومبون والآلات النفخ الخشبية زي الباسون مثلا وزي الأوبوة والآلات ديت والكلارينيت والكلام ده كله. فالآلات دي كلها موجودة في الأوركسترا بتاعتهم دي. هم عاملين أوركسترا طبعا كبيرة جدا وتمنها غالي، يعني تمنها مثلا حوالي بعد التخفيضات، عاملين تخفيضات يعني تمنها حوالي 300 جنيه استرليني عشان تشتري النسخة الكاملة. بس هم منزلين نسخة بيسموها ديسكفر، يعني اكتشف. النسخة ديت من أوركسترا البي بي سي، هو طبعا السوفت وير بتاع الأوركسترا بتاعهم كله بي بي سي، ولكن منزلين الأوركسترا بتاعت البي بي سي عاملين نسخة مخففة من النسخة الغالية ديت، حاطينها مجانا انك انت بتعمل ريجستريشن معاهم، فبينزلوا لك لينك مثلا بيبعتوا لك على الايميل، بعد اسبوعين بالظبط بيوصل لك لينك التحميل. لو انت عاوز تشتري الاوركسترا دي فورا اللي هي المجانيه ديت، بس هتدفع 45 جنيه استرليني، هتاخد فورا الاكسس بتاع التحميل بتاعك. بس انت ممكن تصبر اسبوعين مقابل انك توفر المبلغ دوت، يعني انت هتاخده ببلاش. هما بياخدوا الفلوس ديت بيعملوا دعم للاوركسترا بتاعت البي بي سي عشان انها تستمر. يعني البي بي سي دي الاوركسترا خاصه بهيئه الاذاعه البريطانيه، فدي عاملين اوركسترا سيمفوني خاص بيهم يعني. فالاوركسترا ده سجل الالات اللايف ديت، والشركه دي خدت السامبلز بتاعتهم او العينات الصوتيه ديت وعملت منها البرنامج السوفت وير. تعالوا نستعرض مع بعض السوفت وير دوت ممكن يعمل لنا ايه. انا دلوقتي اهو على الجهاز بتاعي وعليه البرنامج بتاع الاستوديو بتاعي، سواء كان البرنامج ده عندك ويندوز او البرنامج ده ماك، انت ممكن تلاقي السوفت وير ده بيشتغل عندك لان هيظهر لك الواجهه دي بتاعت السوفت وير. انت لو شايف هنا كانه بالظبط الاوركسترا قاعده عندك على المسرح بتاع الاوبرا مثلا. عندك هنا بيقعدوا اخواننا بتوع الكمانجات واحد، لان في كمانجات واحد وكمانجات اتنين. عندك هنا مثلا الكمانجات اتنين، فكمانجات واحد قاعد هنا، كمانجات اتنين قاعد هنا. عندك هنا الفيولاز، عندك هنا التشيلو، وعندك هنا الباس الكونتر باس اللي احنا بنقول عليه كونتر باس يعني. عندك وراهم بيبقوا آلات النفخ الخشبية وآلات النفخ الحادة زي البيكولو اللي هو نوع من الفلوت بس أقل منه شوية، وعندك الفلوت، وعندك الأوبوة، وعندك الكلارينيت، وعندك الباسون، آلات نحاسية وآلات خشبية. ورا بقى خالص في المؤخرة بيبقوا إخواننا بتوع النحاس بقى التقيل، الهورنز اللي هي الأبواق. وعندك هنا الناس بتوع الهارب اللي بيقعدوا على الهارب، والناس هنا بتوع الإيقاع اللي بيستعملوا التيمباني والحاجات بتاعة الإيقاع، إيقاعات الأوركسترا. وعندك هنا محطوطين الناس بتوع البركشن اللي ليها صوت بيتظبط، يعني الناس اللي هي بتعمل اصوات ميلوديه، يعني زي الاجراس مثلا، زي الحاجات اللي بتعمل اصوات تن 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 تن، حاجات كده مثلا يعني. عندك في اللي على اليمين خالص بيقعدوا خالص بتوع الترومبيت وبتوع التنور ترومبونز، وعندك هنا التومبونز
باص والحاجات التوبة طبعا، الآلة بتوت توت 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 توت. فاحنا كل الآلات دي موجودة معانا، واخد بالك؟ ومع عندك هنا كل الآلات الوترية معاك كمان. الحاجة الوحيدة اللي هي مش موجودة مع الأوركسترا دي بصراحة بيانو، بس الواحد لو طلب منهم بيانو كمان يبقى بصراحة زودها شوية. البيانوهات موجودة عندنا في تطبيقات كتيرة قوي ممكن نحملها، مش معقول يعني هستنى دول يحطوا لي بيانو يعني. فأنت ممكن تحط البيانو على تراك تاني. طب بيستعملوا إيه؟ انا لقيت تمبليت هنا عملها الاستاذ بتاعي في جامعه تشستشير اللي بيقدم كورس تاليف يعني. فلقيت الالات ديت وعمل تمبليت جاهزه، هو اللي نصحنا بالاوركسترا ديت. وبصراحه يعني بعت لهم من اسبوعين وعملت ريجستريشن، وبعد اسبوعين جالي اللينك بتاع التحميل وحملت البرنامج اللي انتوا شايفينه دوت. بصراحه ممتع جدا انك انت تستمتع بيه. فنسمع الاصوات مثلا، فمثلا البيكولو اللي هو موجود عندنا مثلا، نجرب الالات ديت اله اله. عندك البيكولو مثلا، شايف حتى تحت الكيبورد مبين لك الرينج بتاعه، ممكن تلاقيه ستيكاتو كمان. عندك هنا الفلوت، صوته جميل قوي الفلوت، ممكن كمان تعمل ستيكاتو. ستيكاتو يعني متقطع. عندك الأوبوة، الأوبوة ديت الآلة اللي كان بيعزف عليها الفنان عبد الحليم حافظ، اتعلم عليها في معهد الموسيقى. ممكن تميز صوتها في موسيقى علي إسماعيل كتير يعني، كلارينيت. نشوف الكمانجات، كمانجات واحد، اللي هو اللونج يعني تلاقي القوس بتاع الكمانجة ماشي معايا طويل. عندنا سبيكاتو، وعندنا البيسيكاتو اللي هما بيعزفوا الأوتار بإيديهم، ينقروا الأوتار بتاعت الكمانجة بإيديهم. وعندنا التريمولو اللي هو تلاقي الرعشة مع الكمانجات. عندك مثلا نشوف الفيولاز، الفيولاز هي كمانجة أغلى شوية. ده اللونج، سبيكاتو، بيزيكاتو، والتريمولو طبعا. نشوف مثلا التشيلو، شايفين التشيلو الرينج بتاعه كمان وصل. احنا كل عمالين كل ما نخش في الكمانجات مثلا تبقى الطبق حاده شويه، التشيلو اغلص شويه. شوف الكونتر باس بقى، شوف البيانو، الصوره بتاعت البيانو اتحركت ازاي هنا. الكونتر باس ممكن يتعزف بالقوس، تلاقي اصوات طويله للبيز، وممكن يتعزف بالنقر على الاوتار بيزيكاتو، وممكن يتعمل سبيكاتو كمان، تلاقي اقواس بس اقل شويه. نجرب السبيكاتو، ودوت السبيكاتو بال نشوف مثلا الابواق، الابواق جميله قوي، الهورنز حسسك بالعظمه كده. نشوف مثلا الترومبيت،
فور ترومبون. نشوف مثلا الهارب. وآلة تانية اسمها سيليست. نشوف مثلا البركاشن، آلات الإيقاع. نشوف مثلاً التيوند باركاشن، الأجراس، باسون، الفلوت تاني، البيكولو هو فلوت بس حد أكتر شوية، فده كان استعراض للبرنامج بتاع الأوركسترا. بص لللينكات تحت هتلاقي اللينك بتاع الاشتراك في الصفحة بتاعتهم، اعمل اشتراك عندهم في الصفحة بتاعتهم، حط الايميل بتاعك، وهم بعد اسبوعين هيبعتوا لك لينك التحميل. البرنامج مش كبير، انت متخيل برنامج زي ده مثلا في الماضي كنت هتاخد العينات الصوتية ديت مثلا بالساي مثلا جيجا بايت، مثلا 2-3 جيجا بايت. البرنامج ده 200 وحاجة او 300 ميجا بايت، يعني ده برنامج مستحيل كنت تتخيل. البرنامج ده ممكن يشتغل على كمبيوتر عمره 20 سنة مثلا، يعني من 15-20 سنة كمان اللي فاتوا برنامج زي ده كنت تحطه على الكمبيوتر بتاع 20 سنة فاتوا هيشتغل. فطبعا مع الكمبيوترات الحديثة المعاصرة السريعة ده البرنامج ده هيبقى جنة، يعني واخد بالك، وانت مش محتاج اكتر من كده عشان تبدأ تأليفك الموسيقي والتوزيع بآلات أوركسترا. الآلات أوركسترا بتدخل في حاجات كتيرة في التوزيعات الموسيقية، انت ممكن تحطها حتى على إيقاعات حديثة وأجهزة حديثة، بس تحط كمانجات، تحط تشيلو معاها، بتضفي رونق جميل جدا على الموسيقى بتاعتك حتى لو الموسيقى بتاعتك حديثة، بالذات مع آلات النفخ والآلات الوترية. أتمنى أن يكون الإضافة ديت أفادتكم للناس اللي بتعمل استوديو في البيت، وإن شاء الله هنستعمل الأوركسترا دوت لما نبدأ نفكر في الأفكار الموسيقية إزاي نطورها وإزاي نوزع في الجزء اللي جاي إن شاء الله من الحلقات بتاعتنا بتاعت هندسة الصوت والموسيقى بصفة عامة. وأشوفكم الحلقة الجاية.